هل يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها إلى الخياط أو إلى السوق علما بأنها لا تخرج إلا لضرورة وفي المناسبات؟ لا بأس أن تخرج مع زوجها أو وليها إلى محل الخياط لأجل حاجة تستدعي خروجها، وتكون متسترة ومحتشمة، لا يظهر منها شيء أمام صاحب المحل ولا أمام غيره من الرجال، وبقاؤها في بيتها أحفظ لها وأصون، وبإمكانها أن ترسل من يحضر لها مطلوبها من عند صاحب المحل. نعم.